شهيدة الشجاعة بلوتيلة زوجة القديس بطرس الرسول اللي تعذبت وصلبت مثل السيد المسيح، وكمان هنشوف القديس بطرس ازاي شجعها في عذابتها. تعالوا نشوف قصة القديسة العظيمة بلوتيلة. بسم الله والابن والروح القدس الله واحد امين. انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. النهاردة من دير الشايب الانبا بخوميوس لوكسور بنقدم ليكم أجمل وأحلى القديسين العظام والشهداء اللي أرضوا الرب منذ البدء. النهاردة هنتكلم على شفيعة القديسة العظيمة بلوتيلة زوجة الرسول بطرس الرسول. تقابلت مع السيد المسيح في بداية خدمتها، وتعرفت كمان عليه، وامتلأت نفسها بمحبة فائضة نحوه. امتلأ قلبها بالإيمان، وكان الرب يسوع كثيرا ما يستريح في بيتها في كفر نحوم، وكان البيت قدام المجمع مباشرة. وفي يوم السيد المسيح شفى والدتها اللي كانت على وشك الموت. وبعد يوم العنصرة انضمت القديسة بلوتيلة لجماعة القديسات اللي خدموا السيد المسيح في فلسطين. أصبحت من أعضاء الكنيسة البارزين، وقد صاحبت زوجها الرسول بطرس في كل خدماته، وكانت بتروح معاه كمان من مكان لمكان، وكان اسمها بيتردد في كل أوساط المجتمع. فقد كانت هذه القديسة تتقدم في خدماتها وشجاعتها، ونسيت راحة جسدها، وازدادت كمان خدماتها نشاط في تلك الأوقات الصعبة اللي اشتدت فيها معاناة الكنيسة وقت اضطهاد الملك نيرون. التف حولها كثير من العذارى والنساء القديسات، وكان كمان لها أثر في نفوس كثيرين، وكانت سبب بركة ليهم. بعد ذلك قبض عليها، وقفت أمام الحكام فحكموا عليها بأقصى أنواع الإهانات والموت. دفعها الجنود إلى ساحة الاستشهاد، وكان القديس بطرس يتبع زوجته في كل مكان بتروحه، كل عزباته. ولقد أخبرنا القديس العظيم كليمندس السكندري أن زوجة القديس بطرس استشهدت قبله، وأن بطرس حينما رأى زوجته تساق إلى الموت وحكم عليها بالصلب فرح جدا بها، وظل يرافقها ويشجعها ويعزيها بما ينتظرها من المجد في السماء ورؤية الرب الذي يكللها. ووسط الجموع ناداها بطرس الرسول وقال لها: بلوتيلة اذكري الرب يسوع. ومن شدة تأثر الجندي اللي كان مكلف بحراستها آمن وصار مسيحيا. وفي شجاعة نادرة تقدمت القديسة ورفعت يديها للصلاة، ثم ودعت الكنيسة المجتمعة حولها، وقام الجنود برفعها على الصليب مثل السيد المسيح الذي صلب من أجل خطايانا. وظلت النساء حولها إلى أن سلمت الروح وانضمت إلى صفوف الشهداء والقديسين الأبرار. انضمت إلى صفوف الشهداء ونالت الإكليل الذي لا يفنى ولا يضمحل. هنا شفنا مدى حب هذه الشهيدة للسيد المسيح، وكمان بشرت مع زوجها القديس بطرس وكانت معاه في كل رحلاته. يا رب كلنا نتعلم من الشهيدة العظيمة بلوتيلة إننا نقف جنب أزواجنا نشجعهم على الكنيسة والصلاة والخدمة. بركتها تكون معانا ومع كل واحد. بركة القديس بطرس الرسول تكون معانا، وبركة كل هؤلاء الشهداء ورفات القديسين الموجودين في اللوكسور تكون معي ومعكم. واسكونوا في صلواتكم سيرة شفيعة.